باليخني، يعني في كونتراست كده، ممكن يبقى مع كسكسي او ممكن يبقى مع الرز، يعني زي ما انتوا عايزين. تعالوا بقى نشوف المقادير وبعد كده نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه عندي في اليخني كيلو من اللحم الضاني متقطع مكعبات، كيلو لحم ضاني، ونص كيلو بصل متقطع شرايح، نص كيلو بصل متقطع شرايح، عندنا كمان نص كيلو من البصل الاورما البصل الصغير، وثلاث معالق زيت ومعلقتين خل وخمس فصوص ثوم متقطعين شرايح، وحوالي ثلاث ارباع كيلو طماطم، عصير طماطم، يعني طماطم يا مبشوره يا مفرومه زي ما تحبوا، وعندنا ثلاث معالق صلصه طماطم واوراق لورو، وكمان عودين ثلاثه من الروزماري ومعلقه من الزعتر، وهقول تاني علشان تكتبوا. زي ما قلنا لحمه ضاني اي كميه انتوا عايزينها، احنا جايبين هنا كيلو، نص كيلو من البصل الشرايح، ونص كيلو من البصل الاورمه، وحوالي ثلاث ارباع كيلو من الطماطم المعصوره، وعندنا كمان معلقتين صلصه طماطم، وشويه من الروزماري، يعني عودين ثلاثه كده روزماري اهو، وكمان شويه زعتر، وشويه ورق لورو، وخمس فصوص ثوم شرايح، وزيت، وهنشتغل على طول علشان زي ما قلت وقتنا. يا احمد ممكن تجيب لي من فضلك غطا بس. هناخد هنا اول حاجه شويه زيت زي ما قلنا، ونجيب شويه ملح وشويه فلفل على اللحمه مباشره، ونتبل. وبعدين ناخد اللحمه نحطها فين؟ في الزيت علشان تلون معانا شويه. مفيش عليها حاجه خالص غير زي ما قلت الملح وفلفل. وبعدين بعد ما هنقلبها ونتبلها شويه، بعد ما تاخد لون معايا هنزل عليها ببعض الحاجات الموجوده عندي. في الطاسه الثانيه هناخد شويه زيت، هناخد شويه من الزيت ونشوح مع بعض البصل علشان خاطر ياخد اللون اللي هو البصل الصغير. بعد هنا حاطين حاجتين مع بعض، حاطين اللحمه هنا هتلون معايا وتاخد لون، وبعد كده هنضيف لها بقيه الاضافات، وحاطين هنا البصل بيلون معايا برضو، ولكن هنغطيه هنا عشان خاطر ايه ينكمر شويه وفي نفس الوقت يستوي، لان في النهايه هنحط كله مع بعض وكل الحاجات مع بعض. هنا في الاكل، انا اسف، نص معلقه كمون مكتوبه بس ما نزلتش في المقادير سامحونا، نص معلقه كمون معانا. حطينا اللحمه الملح على اللحمه وبنقلبها اهي، لازم تاخد لون علشان خاطر ان هي مش مسلوقه، لازم تاخد اللون عشان نحس ان هي مش مسلوقه. هنتبل بقى بالكمون اللحمه ونقلب، نقلب اللحمه كده بقى واحنا ايه عشان تاخد لون. عمليه ان تاخد لون كمان دي بتعمل ايه؟ بتقفل معايا المسام بتاعه اللحمه، يعني ايه؟ يعني بتخلي العصاره بتاعتها اللي هي القيمه الغذائيه موجوده جواها ما طلعتش كده. والبصل هنا شغال وهوريه لكم دلوقتي، بس بعد ما نقلب اللحمه هنا اهو، شايفين البصل لون ازاي؟ هو ده الغرض اللي انا عايزه، عايزه برضو ياخد لون وفي نفس الوقت لما اجي اضيفه على اللحمه يستوي معاها، يعني ياخد بقيه التسويه. يعني شايفين لونه عامل ازاي؟ متحمر كله اهو، واخد لون زي ما بنقول كراميل حلو قوي. نيجي نعمل ايه بقى هنا؟ هنجيب كزرونه ثانيه نحطها على النار تسخن، نخلي بقى البصل بعد ما خد اللون معانا ننشله نحطه فين؟ في الكزرونه. زي ما بقول لكم لو احنا عايزين الحاجه تشد معايا اسرع هنعمل ايه؟ هنغير بين طاستين، هنغير بين طاستين. ليه؟ كده الطاسه بتبقى لسه سخنه، فدي بتساعد مع دي. ونيجي هنا نحط البصل الشرائح مكان اللحمه، وناخد هنا بقى الزعتر والروزماري، ورق سليم زي ما هو، ورق سليم زي ما هو، ونحط ورق اللورو اهو، ونقلب كل ده مع اللحمه.
ده احنا كده برضو مع بعض واحده واحده. انا عايزكم بس تبقوا مركزين معايا لان الموضوع سهل بس عايز شويه تكنيك بسيط. خلاص اللحمه خدت اللون، خدت النكهات، خدت الكمون، خدت الروزماري وورق اللورو والزعتر، وخلاص كلها اتشربت معاها. اول ما البصل ده يصفر شويه، وهو مكان شايفين لون على طول اهو مكان اللحمه، هناخده شيل دي بقى، حط اللحمه هنا ونحط البصل هنا. في ملحوظه بقى هوريها لكم دلوقتي على الطبيعه واحنا واقفين، هي ان انا هاجي كده بعد ما افضي الحاجات دي هوريكم حاجه بس دايما احنا بنقول عليها ما بتاخدوش بالكم منها. هنا اهو في الطاستين في هنا بهاريز مكان اللحمه اهي، مش محروقه، ما تخافوش مش محروقه، وهنا برضو. فانا هعمل ايه؟ هنزل هنا بصلصه الطماطم ونطلعها بالاسباتول ده، الحاجات اللي جوه روايح اللحمه الموجوده معايا دي خساره. طبعا مش محروقه، لو محروقه ما تستعملوهاش، لو اتحرقت معانا ما نستعملهاش، وناخدها على الكزرونه الثانيه او الطاسه الثانيه بعد ما خدنا. شوفوا طلعت معايا سهله لانها مش محروقه، لو الكزرونه جايه اهي طلعت معايا الحاجات اهي. وهنا برضو بمعلقه خشب بقى لان الماده هنا تفلون مختلفه. وبعدين ناخد كل ده نضيفه على اللحمه بتاعتي اللي فيها بصل. يا استاذ عزت. نعم حبيبي، اهلا بحضرتك، اتفضل. المقاصي بتاعت الخفاش، ايوه فندم، دي نعملها ازاي ولا نعمل بيها ايه؟ طب انا هقول لك عليها دلوقتي عشان انا قريب قوي كنت حد بعت لي شويه يعني بتاع خمسه سته كده، وانا عندي في البيت ما بياكلوهاش خالص. وبعدين برضو بتبقى لها زفره كده والناس كلها ما بتحبش عشان الزفره اللي فيها دي. فانا هقول لك انا عملت ايه بالظبط وجربها وهتبقى رائعه. انا جبت الواحده منهم فتحتها نصين، فتحتها نصين وقمت بالسكينه شايلها فطلع القلب اللي جواها، والكيس اللي بره دوت او الحاجه اللي هي الغشاء اللي بره ده رميته. يبقى انا خدت المخاصي من جواها بس، يعني انا فتحتها نصين كده بالطول وقمت شايل الجلده دي كلها رميها وخدت اللي جوه احتفظت بيه. واديته معلقه خل، معلقه عصير ليمون، وشويه كمون، وشويه ملح، وفصين ثوم، وسبته في الخليط ده شويه لمده 3 4 5 دقائق. بعدين جبت طاسه فيها حته زبده وقمت حاططهم على وشهم مقلوبين لغايه ما لونت، قمت قالبها الناحيه الثانيه وسويتها واتاكلت بالهنا والشفا. دي اسرع واحلى طريقه، واتحدى اذا كنت تحس فيها زفره ولا حد هيقرف منها بعد كده. يعني جربوها لان كتير جدا بيشتكوا لي ان الكلاوي بالذات والمخاصي بتبقى فيها ريحه ما بتعجبهمش. فعشان كده انا بنصح برضو الكلاوي لما نيجي نسويها نقطعها ونحط عليها معلقه خل شويه ونسيبها في الخل، هتضيع الزفره اللي فيها كلها. بعد كده هنستعملها عادي. ويا ريت الكلاوي برضو بيبقى حواليها غلاف خارجي كده نشيله اللي هو بيبقى فيه نسبه دهون ده. طبعا احنا نسينا التوم اهو، هنحطه دلوقتي وانا مقطعه شرايح لان انا عايز نكهه التوم، مش عايز احمره، انا مش عايز التوم يبقى محمر معايا. خلاص اليخنة حطيته، هسيبه بقى كده اول ما بيغلي هسيبه على نار هاديه، هشيله على نار هاديه واسيبه لغايه ما يتكاثف معايا ويستوي. ويا سلام بقى لو كان البصل ده يدوب اللي هو المتقطع شرايح معانا هيبقى جامد جدا. خليكم معانا بقى بعد الفاصل هنعمل مع بعض الاكله الاولانيه اللي هي فطاير. يعني انتم ملاحظين ان احنا من اول الاسبوع بدانا نعمل حاجات عشان اطفالنا وكده، هنعمل فطيره زي البيتزا بالظبط ولكن فيها بيض. خليكم معانا لبعد الفاصل هتعجبكم جدا، ومحدش يروح في اي مكان عشان تشوفوا كل ما هو ممتع. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وقبل الفاصل عملنا مع بعض اليخن اللي انتم شايفينه دوت، وكمان عملنا مع بعض زي ما انتم شايفين البيتزا، وهنقول الحشوه عشان خاطر السؤال اللي كان جالنا عن الحشوه اللي جواها. وبنغرف مع بعض الأورميك اللي هو